طب تعالوا بقى نروح لاسطوره الاهلاويه، اسطوره اهلاويه النهارده نجمنا هو عبد الجليل حميده، ده طبعا حارس مرمى النادي الاهلي والمنتخب الوطني في نهايه طبعا عقبه الاربعينات وحتى بدايه الستينيات، واحد من اللعيبه المهمين جدا جدا في تاريخ القلعه الحمراء. نروح نشوف تقرير وبعد التقرير عندنا فاصل وارجع مع طبعا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القوسي. عبد الجليل حميدة حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني من نهاية الأربعينيات وحتى بداية الستينات، أحد أشهر حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، أسطورة أهلاوية رائعة. ولد عبد الجليل حميدة بالإسكندرية وبدأ مشوار الساحرة المستديرة مع ناشئي الاتحاد السكندري، ومن الاتحاد السكندري انتقل لصفوف شواكيش الترسانة، ولفتت موهبته العالية في حراسة المرمى أنظار مختار التتش ليقوم على الفور بضمه للنادي الأهلي عام 1947، ليصبح حميدة واحدا من الجيل الذي حقق مع الأهلي أول لقب لمسابقة الدوري الممتاز موسم 1948-1949. بعد اعتزال أحمد بكاوي أصبح حميدة قائد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ليكون أول حارس مرمى يتولى منصب كابتن الفريق الأحمر، واستمر حارسا مميزا مع الأهلي حتى موسم 1962-1963. توج مع الأهلي ب18 بطولة بواقع 11 لقبا لمسابقة الدوري الممتاز وسبعة ألقاب لبطولة كأس مصر. خاض مع المنتخب الوطني ما يقرب من 30 مباراة دولية، فقد لعب ضد البرازيل وألمانيا الغربية وإيطاليا ومعظم منتخبات الدول الإفريقية، وشارك مع منتخب مصر في دورة هيلسنكي عام 1952 أمام منتخبي تشيلي وألمانيا. عقب اعتزاله كرة القدم فضل الاتجاه للتدريب، فعمل مدربا لحراس المرمى بالقلعة الحمراء.